طبعا يا جماعه بعد الفصل انا خدت حبايه تحت اللسان. مبروك للاهلي 3-0 فاز على الزمالك، مبروك ده بجد يعني. وبعدين استغليت الفرصه وخليت زملائي يورولي الهدفين اللي انا ما لحقتهمش، لحقت الهدف الاول واتفرجت بقى على الهدفين التانيين، وتحديدا التالت ده حته جول بصراحه 10 على 10، بصراحه 10 على 10. رجاله الاهلي لعبوا ماتش حلو، ده فعلا مش هزار. في البعض يقول لك كان ممكن يلعبوا احسن من كده. ايه دول 3-0؟ انتوا عايزين مني ايه تاني؟ عملوا اللي عليهم تلت ومتل، اصل لما يلعبوا احسن من كده ايه؟ تاني 6-1؟ انا كده 100 فل، 6-1 كفايه مره واحده في حياتي، ما بقتش استحمل، انا داخل على 50 سنة كده كفايه. فبرافو عليهم. الاهلي يمكن في لقاء القمه 25 ما بينه وبين الزمالك، 125 انا اسف ايه 25 دي، فاز كده ب 3-0. برافو، عاش، عقبالنا يا رب قادر يا كريم كده ايه نشد حيلنا باذن الله. طبعا زي ما انتم عارفين اللقاء كان بيقام على ملعب استاد القاهره، وده ضمن منافسات الاسبوع ال14 في الدوري المصري. احنا احمد درويش معانا على التليفون. يا درويش زيوتك، ازيك يا درويش؟ حقولك مبروك ولا حضرتك ولا ايه مش عارف يعني، خد بايدي. عامل ايه؟ سامعك بتتكلم وانا عندي مش عايز 6-1 وبتاع. والله بقول كفايه، اصل ايه زمايلي بيقول لي خلي بالك الاهلي ما لعبش حلو النهارده، قلت لهم هو لو لعب احلى من كده هنخبط 6-1 تاني؟ لا كفايه مره واحده في حياتي، مش هقدر اعيش الحالتين دول. مبروك للاهلي، ما حدش يقدر ينكر بصراحه. خليني ارحب بيك، وحشني جدا، وانت اكتر. تحية ليك وكل تحية لمشاهدينك ومستمعينك. يا رب يخليك. هو بس عشان كانت فترة الإحماء تقريبا 45 دقيقة أو شوط كامل. فإحنا كلنا كمتابعين اتخدعنا، قلنا مباراة بتصير في 0-0 أو حد ممكن يخطف جون ضربة ثابتة أو ركلة جزاء أو حاجة. فكان الطرق كلها بتمهد إلى كده. لكن شفنا انتفاضة أهلاوية في الشوط الثاني. صح. شفنا رغبه يا استاذ يوسف، اللي عنده رغبه والدوافع اكتر هو اللي كسب. اللي ادار المباراه من خارج الخطوط افضل هو اللي كسب. فيريرا واضح انه تركيزه قل مع الزمالك الفتره الاخيره او الموسم ده، هتقول لي تحكم عليه المباراه او خالص بالعكس. الراجل ده عمل معجزه السنه اللي فاتت انه كسب دوري وكاس، دوري ما يقوس منه. كان اقرب الاهلي. لكن لما تحسب يا استاذ يوسف وتقول ان الزمالك السنه دي خسر كاس لوسيل، خسر كاس مصر قدام بيراميدز يعني من الاسبوع اللي فات، كمان في الدوري اخر 4 مباريات بص في الزمالك هتلاقيه خسر من اسوان، هتلاقيه تعادل مع الاتحاد السكندري، التعادل بصعوبه مع الداخليه، واخيرا خساره من الاهلي 3-0. الزمالك في 2023 يا استاذ يوسف لم يتذوق طعم الفوز للاسف، لا دوري ولا كاس. وبالتالي لابد من اعاده الحسابات، لابد من صفقات حقيقيه تصنع الفرق مع الزمالك. الاهلي بيلاعب الزمالك النهارده بدون مدافع، اللهم الا رامي ربيعه المصنف رقم 5 في الترتيب. هتقول لي الكلام ده ازاي؟ هقول لك المصنف رقم 1 محمد عبد المنعم، محمود متولي، ثم ياسر ابراهيم، ثم ايمن اشرف، ثم رامي ربيعه. فانت بتتكلم ان انت مستعين بباك يمين ملاعبه كمساك، وبتلعب وانت عندك مشاكل دفاعيه كبيره جدا جدا جدا. لكن زي ما بقول لحضرتك، كولر كان عنده رغبه، كان عنده دوافع حقيقيه انه يوسع الفرق الى 8 نقط، وكمان وراه فيوتشر 30 نقطة، فكان لازم يوسع الفرق ل4 نقط مع فيوتشر. وبالتالي الزمالك أعتقد إن الساعات الحالية هي الساعات الأخيرة لفيريرا مع الزمالك. طيب هنا ده يجي معايا أول سؤال، إيه السر ورا فقدان التركيز لو سلمنا بكده؟ لو اتكلمنا في كده يا أستاذ يوسف بنقول إن أحياناً في تركيز بيكون في الملعب وفي تركيز بيكون خارج الملعب. في بعض الاشياء خارج الملعب بتاخد من ذهن وتفكير اللعيبه في 90 دقيقه. من الاخر كمان انا لا اخفيك سرا ان ازمه احمد فتوح وعبد الله جمعه اثرت بشكل كبير جدا جدا على اللعيبه.
انا ما كنت ارى ان التصريحات دي في وقتها، انا ما كنت ارى ان الازمه دي يتم معالجتها بهذا الشكل على الهواء مباشره. نادي الزمالك نادي كبير، منظومه كبيره طبعا، من اعظم واكبر الفرق مصريا وافريقيا وعربيا. فريق السنه اللي فاتت محقق دوري وكاس، والسنه دي على مستوى الصفقات الزمالك جاب لعيبه جيده في اماكن جيده، لكن محتاج صفقات اقوى في الشق الهجومي، محتاج لعيبه يكون عندها الدوافع والرغبه الجديده ان هي تعمل حاجه وتضيف لنادي الزمالك. لكن دريرة يتحمل المسؤوليه كامله يا استاذ يوسف النهارده وامبارح واول امبارح واول اول، لان هو من يملك مقاليد الامور داخل القياده الفنيه. دريرة شخصيه قويه جدا جدا، لا يقبل ان يدخل احد بشغله، لا يقبل باي تدخلات خارجيه، وبالتالي زي ما دريرة بيشار على الاعماق ويهتف باسمه في المدرجات لابد ان يتحمل المسؤوليه كامله. تعتقد انه هيتم الاستغناء عنه؟ شوف، مستشار مؤتمر منصور رئيس نادي الزمالك اعلن انه في اجتماع مجلس اداره لبحث مصير دريرة. شوف، كل المتابعين والمقربين من داخل الزمالك في الفترات الاخيره كانوا عارفين ان هزيمه دريرة امام الاهلي 1-0 ماشي. انا شخصيا كنت اعرف كده وقلت كده من قبل الماتش بكام يوم. ما بالك بهزيمه بثلاثيه نظيفه والاهلي منقوص. وبالتالي ارى ان دريرة يعيش ساعاته الاخيره مع الزمالك، وان بقاؤه على راس الجهاز الفني للزمالك سيكون بمثابه المعجزه. طيب، سيكون بمثابه المعجزه من اداره الزمالك. على الصعيد الاخر، باعتبار انه ثلاث ارباع البرنامج 90% اهلاويه، فكلهم بيقولوا لي الاهلي مش في احسن حالاته. السؤال بقى، وليه مش في احسن حالاته اذا كان ده رايك؟ شوف، يعني خلينا ابارك منظومه النادي الاهلي طبعا، خلينا ابارك طبعا الجهاز الفني واللعيبه، وخلينا ابارك محمود عبد المنعم كهربا انه كان اتحط في ظروف صعبه جدا جدا صحيح جدا، وما زال يعيش الظروف والضغوط دي. لكن زي ما تقول رساله حلوه من ربنا كهربا ان هو لا، يعني انا اعتقد ان كهربا بالتحديد بهدف النهارده اداره الاهلي تفكيرها ناحيه كهربا هيتغير، ربنا مديله ايده بالظبط. فانا اعتقد ان كهربا ان النهارده اخذ باور رباني وجماهيري كبير جدا جدا، وموضوع الغرامه وموضوع المعاناه في دفع الغرامه سيكون لها الف طريقه والف حل، لان من اخر الهدف للزمالك يساوي كتير النهارده بالظروف دي. وجمهور الاهلي لو كان الاهلي كسب 3 وكهربا ما جابش جون كان هيكون سعيد، لكن سعادته اكتملت بكهربا. خلينا اكلمك على ارض الواقع، لان انا راجل متابع السوشيال ميديا وبتشوف ردود افعال الجماهير وكميه التعاطف من جماهير الاهلي. طيب ليه الاهلي مش احسن حالاته؟ ولو كان في احسن حالاته كان عمل ايه؟ مباراه الاهلي والزمالك دايما بتكون خارج التوقعات وبره المنهج. لكن الاهلي عنده غيابات، الاهلي عنده فريق كامل يا استاذ يوسف، عنده احسن ظهير ايمن في مصر هو اكرم توفيق، واحسن ظهير ايمن بديل او جناح في مصر هو كريم فؤاد غايبين، عنده لعيبه كتيره جدا برستاو مش موجود، عنده مصابين على مستوى الدفاع محمد عبد المنعم زي ما قلنا ياسر ابراهيم، عنده اماكن كتير جدا جدا غايبه، برونو سافيو. فالاهلي عنده لا يقل عن 10 11 لعيب، عمرو السوليه وما ادراك ما عمرو السوليه. لكن يا شاء القدر ان حمدي فتحي النهارده اللي انا بشوفه لو في جايزه مناصفه رجل المباراه كان حمدي فتحي، يعني عمل مباراه عمره بجوار ايو ديانج طبعا. وبالتالي الاهلي عنده نقص، ورغم كده تعامل مع ظروف المباراه بواقعيه شديده على ارض الملعب، حتى التغييرات كانت محسوبه. عايز اقول لحضرتك، بص في لقطه تبديل محمود كهربا بمحمد شريف، كهربا بيقول له انت هتجيب جول، وشفت محمد شريف نفسه محضر تيشيرت برقم 50 وهو احتياطي ان هو هيحتفل لما يجيب جول. فدي بتبقى حاجات جوه اوضه اللبس بين اللعيبه وبين بعض، ده بيقول ان في روح، في حب، في يقين ان هم هيكسبوا. فبالتالي بيبقى في مقدمات ومؤشرات بتقول لك الدنيا رايحه فين. صح،
عندك حق 100%. على كل ربنا يوقف الزمالك على رجليه مرة تانية، وبإذن الله بإذن الله على وعسى أن تكون الجايات أحسن من الرايحات بكتير. الأهلي عاش، محدش يقدر ينكر، لعبوا ماتش في رأيي أنا كمشجع زملكاوي ماتش كان حلو، استحقوا أن هم ياخدوا النتيجة دي بصراحة شديدة جدا. على رأي أحمد درويش يعني ربنا مد إيده الكهرباء علشان ينقذوا من أزمته. أشكر أولا صديقنا العزيز، زميلنا العزيز أيضا أحمد درويش، ناقدنا الرياضي الكبير والبارز.